عباس إبراهيم للجديد. أول عملية بيظهر فيها حزام ناسف من مخيم عين الحلو. كيف تم تسليم خالد السيد؟ عصبة الأنصار أعطت تطمينات لخالد السيد وشباب المسلم بأنه رح يستمع لإله على خلفية اتهامات موجهة لإله بأنه مخبر لأحد الأجهزة الأمنية. زلم الزعيم اعتدوا على المستشفى. وهاب يحمل الساسة مسؤولية الوضع الأمني. تتحملون مسؤولية أي حادث إرهابي. باسيل من جبل الريحان، الإرهاب يتغطى بالنزوح. عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بسوريا ممكن أن تتم وتبلش قبل الحل السياسي، عودة ممكنة الآن. زهراء نفذت الوصية وتفوقت في شهادة البروفي مع شهادة والدها. المقاومة بالسلاح هي ميدان، والمقاومة بالعلم ميدان تاني. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. موجة الحر الآتية من خليج مضطرب لم تفرض حظر تجوال على الحراك السياسي، لا بل أصابته بالحمى، فشدت عوارض الإعياء الهمم والرؤوس الحامية ضربتها شمس جزين، فكانت جولة وصلت الليل بالنهار. لا أسباب موجبة للزيارة، والقانون الانتخابي ماشي وعين التمديد ترعاه، ونتائجها محصورة بالشق الحزبي ولملمة الصف وحصرية التوكيل في قرار من سيملأ مقعدي التيار بالاسمين المناسبين من أصل ثلاثة يؤديان فروض الطاعة في وجه المشاغب الذي يسير عكس التيار. هذا في التنظيم، أما في السياسة فجردة حساب بمفعول رجعي، وخطابها سحب رئاسة الجمهورية من فم السبع وسحب قانون الانتخابات من فم الديب. ترك الخطاب حزورة السبع والديب لكل واحد في مسلة تحضباته بتنعره، وبقي يسحب هذا الخطاب الحقيقة من فم الحوت، خصوصا أن شيئا ما عاد خافيا على أحد. وفي لظى تموز الممتد حتى آخر أيام الصيفية، فإن مشاريع الإنماء من ماء وكهرباء المعطلة بمناكفات سياسية لعب دور بطولتها وزير المالية بحجز الاعتمادات، لكن إرادة تفعيل الإدارة الذاتية بدأت الليلة الماضية بافتتاح معمل الجي، وعليه فإن أهم استثمار شعبي هو في تسمية الأمور بأسمائها وقول الحقائق من دون ارتداء الكفوف. فالدبلوماسية الناعمة لا تنفع في محاربة الفساد، لأن الساكت عن الفاسدين شيطان أخرس إذا لم نقل خوفا أو تواطؤا أو مصالح متبادلة. وعلى من لم يصب بآفة الفساد وكفه نظيفة بشهادة رسمية أن يحدد من هم أصحاب السوابق في فساد يتساوى في خطره مع خطر الإرهابيين أو الإرهابين الإسرائيلي والتكفيري. وإذا كان الرأي قبل شجاعة الشجعان، فإن معضلة أخرى باتت تتطلب حلا جذريا، وهي معضلة النزوح الذي احترق أمس أحد مخيماته بحرارة تموز المرتفعة. وعليه وجه حزب الله نداء إلى الحكومة اللبنانية لتضع على جدول أعمالها بند التنسيق مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا. وتساءل الحزب ما حجة الدول الكبرى بعد تحرير مساحة في البادية السورية تعادل بثلاثة أضعاف مساحة لبنان. وتزامنا دخلت الأزمة القطرية الخليجية مرحلة ربع الساعة الأخير، فعند انتصاف ليل أمس انتهت مهلة الأيام العشرة المعطاة للدوحة للرد على لائحة المطالب. القارئ في طالع التطورات يرى أن التصعيد العسكري ليس خيارا مطروحا بأمر دولي معطوف على التفاؤل بأن تحصد مبادرة أمير الكويت ثمار التسوية. فهل يكون ما بعد العشرة الأواخر كما قبله؟ وإلى أن يقضي الحوار ترميما للبيت الخليجي المتصدع، البداية من الإنجازات الأمنية المتلاحقة وآخرها خروج أول حزام ناسف من مخيم عين الحلوي بعملية نظيفة،
تفاصيلها في اتصال خاص بالجديد مع اللواء عباس إبراهيم، أجراه الزميل حسن الرفاعي. حضرة اللواء، تفضل تفضل. مين هو خالد السيد؟ خالد السيد هو الرأس المدبر واللوجستي بنفس الوقت لعملية رمضان اللي كانت مكلفة بالقيام بعدة مهام على مجمل الأراضي اللبنانية ابتداء من طرابلس وانتهاء بالنبطية مرورا بالضاحية. أول شيء خالد السيد أو العملية رمضان لاحظنا نحن أنه هي أول عملية بيظهر فيها حزام ناسف من مخيم عين الحلو، فمن هون أهمية توقيف خالد السيد حتى لا تتكرر هذه العملية، خصوصا أنه خالد السيد وفقا لمعلوماتنا يملك أكثر من حزام ناسف. نحن من اللحظة الأولى لتوقيف الخلية قلنا أنه بعد في شخص موجود بعين الحلوة وقلنا أنه هو خالد السيد. بوقت انسألت قلت خالد السيد ستطال يد الأمن اللبناني قريبا، وقلت أنه نحن سنستعمل القوة الناعمة بوقتها، كان هيدا التعبير. نحن نسأنا مع الفصائل الفلسطينية داخل المخيم مع قوى التحالف مع القوى الإسلامية حتى لإلقاء القبض على هذا الإرهابي وتسليمه للسلطات اللبنانية، وهيك صار خلال عملية مش ما بدي أقول تفاوض لأنه الفلسطينية ونحن بهذا الموضوع كنا طرف واحد، همنا الحفاظ على الأمن، أمن المخيم وأمن جوار المخيم. حضرة اللواء، كيف تمت عملية توقيفه؟ هل بمداهمة أم كما حكي استدرج؟ لا، القوى الفلسطينية قامت بالعمل المطلوب منها اللي بتحفظ أنا على ذكر تفاصيله، وتم تسليمه للقوى الأمنية اللبنانية على حاجز الجيش عند مدخل عين الحلوة. طيب حضرة اللواء، هل عندكم خوف من انفجار الوضع اليوم بالمخيم؟ لا، يعني هيدي القوى الإرهابية اللي ذكرتها حضرتك مش ناطرة فرصة لتفجر المخيم. المخيم على مدى الأشهر الثلاثة اللي مضت كانت كل يوم هيدي القوى عم تخترق ذرائع لتفجير المخيم. فينا نسمي هاي المرحلة مرحلة جديدة مع المخيم وأهله والفصائل؟ احنا مستمرين في التنسيق إلى أن نصل إلى جميع الرؤوس المطلوبة داخل المخيم عين الحلوة. الإرهابي خالد السيد استدرج في عملية أمنية فلسطينية وسلم إلى الجيش اللبناني. خالد السيد، إنجاز جديد يضاف إلى سجل الأمن العام وضباط إيقاع مخيم عين الحلوة. الرجل المتورط في التخطيط لأعمال إرهابية منها استهداف مطار بيروت وأحد مطاعم الضاحية الجنوبية لبيروت في خلال موعد الإفطار ومدينة صيدا، سقط في قبضة القوى الفلسطينية التي سلمته بدورها للجيش اللبناني فجر أمس. الاسم الذي ظهر للمرة الأولى منذ أسابيع قليلة مع سقوط إحدى المجموعات في يد الأمن العام استدرج في عملية أمنية معقدة ليجري تسليمه. خالد السيد كان بصدد ترك المخيم بحسب المعلومات اللي كانوا عم يحكوا عنها شباب المسلم، كان هو بده يترك المخيم ويتوجه لسوريا. قبل حصول ذلك بتيجي عصبة الأنصار بتقول للشباب المسلم انه مدنا خالد السيد لانه في معلومات انه مخبر لاحد الاجهزه الامنيه او عم يعطي معلومات لمخبر لاحد الاجهزه الامنيه، وبالفعل الشباب المسلم بيقول انه نعطيكم خالد السيد واذا ثبت انه هو فعلا هيك نحن بنقتله بايدينا. وبالفعل سلم خالد السيد، تم التحقيق معه عند عصبه الانصار وتسلم من عصبه الانصار للقوى الامنيه. هو فعليا كان في مثل فخ لاصطياد خالد السيد، وفورا تم إخراجه من المخيم وسلم عبر حجز الحسبة لشعبة المعلومات بالأمن العام. لكن إلقاء القبض على السيد نتجت عنه توترات كبيرة بين الفصائل المتشددة ومن قام بتسليمه. شباب المسلم يعتبر أن عصبة الأنصار غدرت فيه، والبيانات اللي عم يتم تداولها على هالأساس، لأنه شباب المسلم بيقول أن عصبة الأنصار قطعت يمين أنه هي لن تسلم خالد السيد وهي رح تحقق معه وترجع تتركه إذا كان بريء. لكن ما حصل العكس، أنه سلمت، واعتبر الشباب المسلم أنه تم الغدر فيها، ومن هون حالة الاحتقان والتوتر الموجودة بقلب المخيم. عصبة الأنصار حسمت خيارها أنه هي رح تكون مع الدولة اللبنانية، لأنه كانت قدام خياران لا ثالث لهما. الخيار الأول أنه أما تكون مع الدولة اللبنانية وتكون مع المخيم وأمن المخيم، أو تكون بالمقلب الآخر اللي هو ضد الدولة اللبنانية وضد المخيم. ما قبل عملية تسليم خالد السيد ليس كما بعد تسليم السيد.
هيدي العملية كرست مرحلة جديدة. في حين يقبع خالد السيد في فرع التحقيق في الأمن العام وفي انتظار أن يتكشف حجم تورطه، تعمل معظم أطياف عاصمة الشتات على حماية أهله، إلا أن المطلوبين كثر ومتجذرون في معاقلهم. فهل يستمر التعاون اللبناني الفلسطيني لتأمين غطاء لحماة المخيم؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. من برنامج الأسبوع في ساعة، ناشد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس مجلس النواب نبيه بري حل موضوع قوى الأمن الداخلي والنفقات السرية، محملا الساسة اللبنانيين مسؤولية أي حادث أمني لأنهم يقصرون في تمويل المؤسسات الأمنية. أنتوا كسياسيين وكمسؤولين تتحملون مسؤولية أي حادث إرهابي في لبنان، لأنكم أنتوا عم تسيئوا للمؤسسات ببعض تصرفات، عمالي بتتباخلوا على المؤسسات ببعض تصرفات بحجب الأموال عن بعض. أنتم تتحملون مسؤولية أي حادثة بتحصل بلبنان. نعم. هذا موضوع ما في لعب. أناشد الرئيس بري بحكمته بحرصه على المؤسسات، وأناشد الوزير علي حسن خليل حل هذا الموضوع. ما بيسوى بظل الإنجازات اللي عم تعملها شعبة المعلومات وهي إنجازات مميزة، ولك ما في جريمة فعلا يعني تطلع إلا ما فورا بتم بسرعة قياسية. يعني حرام أن نأكل حق الناس أو ما نعترف للناس بهذا الحق. واليوم يعني المؤسسة الأقرب للتعاطي مع اللبنانيين مؤسسة قوى الأمن الداخلي اللي بتتعاطى كل يوم بقضايا اللبنانيين. أنا يعني برجع بناشد الرئيس بري بتمنى بعد عودته يكون هذا الموضوع معالج، لأنه هذه المؤسسة هي ضرورة لكل اللبنانيين. وهاب شن هجوما على وزير الداخلية نهاد المشنوق. بده يسمح لي صديقنا وحبيبنا بعده صديقك وحبيبنا منه بحجم أن يقيم كلام السيد. يعني بده يسمح لي ليه؟ وزير داخلية لحظة أخي، وزير داخلية وزير سيادي بسيطة. وزير داخلية السيد جابه وزير داخلية. إيه؟ أوكي. مش الرئيس الحريري جابه؟ الرئيس الحريري سمى ثلاثة السيد اختاروا منه. لا شاء الله، هذا مش بحزب الله ولا بخيار المستقبل. خلينا بخش ليك أنا ما بحب هذا الكلام. ما بحب إنه أطلع أحكي تأربح كم صوت. عرفت كيف؟ بحكي شيء وبالصالونات احكي شيء تاني. ما بلا هالكلام، هذا كلام كبير منه قده هالموضوع كل اللي عم يحكوه. كلام لا السيد يتأثر فيه ولا حدا فيه. يعني نهاد المشنوق بعيدا عن المنابر يتكلم غير هذا الكلام؟ ما بعرف. لا ما انت هلأ هيك بعرف. انا هو صديق حزب الله. وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف عاد الجرحى العسكريين الذين أصيبوا خلال العملية الأمنية في عرسال وجال على المستشفيات حيث يخضعون للعلاج، كما اطلع من الأطباء على أوضاعهم. واتمنى الصراف الشفاء العاجل للعسكريين الجرحى، ثمن الجهود التي بذلوها في سبيل حماية لبنان وشعبه، مشددا على أن ما قام به الجيش في الأيام الماضية جنب لبنان خطرا كبيرا، وكرس أهمية العمليات الوقائية والاستباقية التي من شأنها كشف الشبكات الإرهابية ومنعها من العبث بأمن الوطن. وقال أن عملية عرسال نفذت بدقة وتقنية وأثبتت أهمية المستوى الذي وصل إليه جيشنا على الرغم من إمكاناته المتواضعة، مؤكدا البقاء إلى جانب الجيش وقيادة وضباطا ورتباء وأفراد، ودعمه في مسيرته للحفاظ على الأمن في لبنان في وجه كل من يتربص به شرا. وركز وزير الدفاع على أهمية التنسيق القائم بين الجيش وباقي المؤسسات الأمنية، والذي ظهرت نتائجه الإيجابية من خلال كشف العديد من الشبكات وإلقاء القبض على إرهابيين ومجرمين، مؤكدا في الوقت عينه جاهزية الجيش الدائمة في حماية البلد واستقراره. باسيل يؤكد ضرورة عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الآمنة من دون انتظار الحل السياسي، ويدعو الدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار حاسم.
في قضاء جزين جال الوزير جبران باسيل وخص بلدة العيشية بافتتاح مركز للتيار فيها، متوقفا عند نصب شهداء البلدة. ومن بلدة عرمتة في حضور رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان غازل باسيل الحلفاء السياسيين وقضى مضاجع النازحين السوريين، حيث طالب الدولة اللبنانية باتخاذ القرار الحازم لضمان عودتهم الآمنة. لو تحملنا مسؤولياتنا من الأول ما خلينا النزوح يصير مثل ما صار، ما كان عم بيسطلنا شهداء مثل ما عم بيسطلنا بهالكمية، ما كان الجيش حط ولح يضل يحط تضحيات. أكيد الجيش اليوم عم بياخد أوامره كمان من رئيس بطل وحاميه وحاميله قراره رئيس حكومة بطل. علينا مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حاسم من الدولة ومن الحكومة اللبنانية، إنه نحن ما فينا ننتظر السياسات الخارجية تتغير وتتقتنع إنه عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بسوريا ممكن إنها تتم وتبلش قبل الحل السياسي. عودة ممكنة الآن. الإرهاب يتغطى بالنزوح. ولحزب الله من التيار الوطني الحر رسالة تحالف والتزام. نحن قبلين نكون معكم شركة الهزيمة، كيف بالك شركة النصر. رسائل التيار الإيجابية على خط بيت الوسط وحارة حريك تجعل من التحالفات الانتخابية شبه واضحة والمعركة محسومة. أما وجود ثلاثة مرشحين مفترضين على المقعدين المارونيين في جزين المتمثلة في مستشار الرئيس عون جان عزيز والنائبين زياد أسود وأمل أبو زيد فتجعل من المعركة داخل التيار محتدمة. فيك تتمشي بالعيشية بتعرفي إذا زياد أسود مرشح إيه أو لا. ثلاثة والأهم، نحن متبعين أصول وإجراءات وقواعد للترشيح وبعتقد تخطيناها، ومسألة الترشيح صارت ورا ظهرنا. هلأ مسألة كيف بدنا نعمل انتخابات وكيف بدنا نوصل صوت أهل منطقة جزين اللي عم ينحكى والإشاعات اللي عم تطلع، وبعتقد هيدي من باب التنافس بس ما إلا محل. استطلاع العالم هي بيوت تقرر، مش التيار لحاله بده يقرر، المستطلعين بده يكونوا من جميع القضاء، من أبناء القضاء. ساعتها رئيس الحزب بيعلن النتيجة يلي بيطلع اسمه، بدنا نكون نحن عم نشتغل معه. أما كلمة التيار الفصل فجاءت من رئيسه. نحن عنا نظام بالتيار، هيدا النظام بيقول كيف الناس بتنقي. يعني رح تحتكموا لانتخابات اللي ضمن التيار، ولكن ما في قرار في آلية بآخر جزء منها الناس بيختاروا. جان عزيز أكد للجديد أن ترشحه في يد الرئيس عون والهدف هو خدمة جزين، ليبقى السؤال على حساب أي من النائبين سيترشح عزيز، خصوصا أن الانتخابات الداخلية فرزت النائب أسود في المرتبة الأولى وأبو زيد في الثانية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. الشيخ نعيم قاسم طالب الحكومة اللبنانية بالعمل لتسهيل عودة النازحين إلى سوريا، واصفا إنجاز الجيش اللبناني بالعمل البطولي. وجه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نداء إلى الحكومة اللبنانية متمنيا أن تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعا إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا. كلام قاسم جاء في الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله وأهالي بلدة كفرصير لمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد علي دندش. لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده، يتطلب الحل الأمني حلاً سياسياً وحلاً اجتماعياً. تبين بحسب إحصاءات المفوضية أن فيها أمناً ساعد على عودة 500,000 من النازحين، فإذا لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود؟ وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. وعن إنجاز الجيش اللبناني في عمليته الأخيرة قال قاسم: كانت عملية استباقية نوعية ناجحة وموفقة، وهي في الميزان العسكري عملية متقدمة تمنع عمليات وتمنع اعتداءات، وهذا ما نشجع عليه، وبارك للجيش اللبناني هذا العمل البطولي. بعدما نال والدها الشهادة في المعركة زهراء تنال شهادة أيضا. واني دائما كنت حدث الشباب عنك، رفقاتي يعني نقعد اتحدث قالوا اني عندي بنتي الصغيره الاموره، هيدي مشلوعه من قلبي بتضلها
حايم علي وكذا مثل اخواتها، ولكن هيدي من المميزين. ان شاء الله بتكوني من المميزين يا زهراء. الله يقويك يا بابا، بكره بس تكبري بدك تسلكي نفس النهج، نفس الطريق اللي نحن سلكناه، بالاراده، بالعلم، بالادب والاخلاق، بالثقافه. حفظت زهراء الوصية جيدا ونفذتها بحذافيرها، وجعلت أباها ينام قرير العين في قبره. وعلى الرغم من تلقيها خبر استشهاده قبل أيام من موعد تقديمها امتحانات الشهادة المتوسطة، لكنها وضعت حزنها جانبا واجتهدت لتنجح بدرجة جيد جدا. أنا بشعر بالفخر بالاعتزاز أنه حققت هيدي الوصية، لأنه هيدا كان حلمه للبابا. أكيد تذكرته لأنه هو كان يقول لي أنه أنا بكل لحظة معك حتى بعد استشهاد. تأثرت كتير وتضايقت، بس تذكرت أنه البابا كان يقول لي أنه الشهادة هي ثقافة حياة وهي بتضخ دم للوطن والأمة. عشان هيك هيدا كان دافع لقالي لحتالي اجتهد وسابر وجيب أحصد هيدي النتيجة. المقاومة بالسلاح هي ميدان، والمقاومة بالعلم ميدان تاني. هلا نحن بعلمنا بنكون عم ندفع المقاومة بالسلاح لتطور أكثر. ولوالدتها وأخواتها دور في تخطيها هذه المرحلة الصعبة. رغم الضغط اللي كان عنا بالبيت، فعملت قدر المستطاع أني ساعد بنتي وأمن لها الأجواء، لأنه الشهيد مركز كتير كتير على موضوع العلم، والعلم هو الأساس بالنسبة له. كان تدرك زهراء أن الشهادة التي نالتها لا تقل أهمية عن شهادة والدها، فكما يقاوم بالرصاص يقاوم أيضا بقلم رصاص. بعد الفاصل افتتاح معمل الجي الجديد. أهلا بكم من جديد. في بتغرين، إطلاق نار أصاب مصور العرس استكمل باعتداء على المستشفى في بحنس. بيد غير ثابتة أطلق المدعو جيم صاد الرصاص ابتهاجا لحضور أحد الفنانين حفلة توديع عزوبية في بتغرين. سرعان ما فقد السيطرة فانطلقت الرصاصات المتفلتة عشوائيا لتستقر في جسد المصور إدموم جاعس الذي كان يصور الاحتفال، وها هو اليوم يقبع على سريره في غرفة العناية الفائقة في مستشفى بحنس. طلقين رصاص، من بعد الفحوصات بين أنه رصاص من نوع متفجر مش رصاص عادي. رصاصها اجت بكاحله متفجرة وفيت شظايا كلها بالعظم وبالإجر، ووحدة جاية تحت القلب دغري اجت بالطحال، خزقت الحجاب الحاجز وشالت شقفة من الرية وشالت الطحال. نحن أهم شغلة يطلع البابا بخير وسلامة، يحكي معنا ويطلع فينا عن جديد. نحن ما عنا شيء ضد الجماعة، بالعكس الجماعة أصحابنا ومش قاصدين اللي صار. الرواية لم تنتهي هنا، فأهل العرس استكملوا فعلتهم بالاعتداء على موظفين في مستشفى بحنس إلى حيث نقلوا الجريح، ولكمات من كل حدب وصوب كانت من نصيب شرب الصليبة. صاروا شبقوني خبطوني، واحد كمشتي من ورا صار خبطني على راسي من فوق. جربت اهرب منهم، انزركت وفتت على اوضه، فاتوا شبين غيرهم، مكسوره هاي العظمه، ما بعرف اذا بوكس ولا بشي حديد. ضربوني بجات ستانلس كبير، شقل لي عيني هون، وساقي كمان على البوكسات هون في اربع خمس قطب من برا وبالجفن ومن جوا كمان. اكلت ضريب على راسي، ما عرفتش صرت برا. جمعت الصليب الاحمر حطوني بالامبولانس، عم بيسكروا لي الجرح، سمعنا تخرطش سلاح. لما سمعنا تخرطش سلاح امس طبعا الصليب الاحمر هرب. ان شاء الله اللي دعمهم اللي هو فعليا كمان دعمنا ونحن كنا معه، ان شاء الله يطلع فينا هالمره مش فيهم بس. الاعتداء يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت المستشفى قد أخرت دخول الجريح، ما أثار غضب الشبان المعتدين. لكن في حديث عبر الهاتف مع مدير المشفى قال للجديد إن فريق الإسعاف أدخل الجريح فور أحضاره، مؤكدا أن هذه المشاهد تظهر وصول الجيب بعد ثوان وترجل شبان ثلاثة منه واعتدائهم على موظفين في قسم الطوارئ. المفارقة تكمن في أن شعبة المعلومات ألقت القبض على مطلق النار في الحفل، فيما الشبان المعتدون على المستشفى وعلى شربل فيسرحون ويمرحون في بلدتهم تغرين.
كل اللي بينوا بالكاميرا تبع المستشفى انطلبوا على التحقيق وكلهم نزلوا الا هود الثلاثه لا، ونحن بدنا هود الثلاثه اللي نحبسهم. مين هود الثلاثه؟ خير بشاره صليبه، وهبه بشاره صليبه، وجورج بشاره صليبه، والمحميين محسوبين هول الاشخاص. نحن بضيعة بتغريني اختي، وانت بتعرفي اذا اليوم انا عملت غلط بيحسبني اللي حامل ضيعة، هن عم بيغلطوا مش محسوبين، ما بعرف ليش مش عم بيحسبوهم. كقصة إبريق الزيت، ابتهاج فأطلق نار، فجريح أو قتيل فاستنكار، أما النتيجة فواحدة، أمن متفلت والمرتكبون في حمى الزعيم. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. وفي زحل طعن شاب بسبب خلاف على ركن سيارة. أقدم مجهول كان في سيارة من نوع مرسيدس لونها كحلي على طعن الشاب أنتوني رولان خزيئة بواسطة سكين ثلاث مرات، إحداها في محيط القلب، وفر إلى جهة مجهولة، وذلك أمام مطعم لاتور في كسارة زحلي. وأدخل الجريح إلى مستشفى تلشيحة في زحلي، وباشرت القوى الأمنية التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات ما حصل وهوية المعتدي. قاطع من قدامي شبح كحلي مسرعة، كيفت فيي زمرت له انا، رجع وسكر لي الطريق، يعني كل هي صارت فركسيون دو سكوند القصه. نزل حسيت شيء نقرني من هون، مديت ايدي لقد عم ضايقني سيء على المستشفى دغري، ما عادش عملت شيء. هاي القصه مثل ما هي. كم شخص كانوا؟ اثنين نزلوا، واحد قاعد ضلوا فيه. سياره سكرت له طريقه، زمر لهم، نزلوا لقيت ثلاث شباب بعده عم يحكي معهم، شال واحد السكينه وضربوا اياها بكتفه، من كتفه لإيده لبعيد عن قلبه 2 سنتي. سيارة مرسيدس مفيمة لون كحلي، وضلوا هربانين. يعني هذا الفلتين وهالقلة الأخلاق وهال ما بعرف، عدم وجود هالأمن، إنه ليش هالقد هالبلد سيبي مش عم نعرف. رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف قالت: مع كل ضحية جديدة من ضحايا الفلتان الأمني نقول إن هذا الحادث سيكون عبرة للمجرمين ورادعا للجريمة، لكن الجريمة تتكرر لأسباب تافهة لا معنى لها. وأضافت: أمنيتنا أن تعتبرنا الدولة من أولادها الذين ينشدون الأمان، وتخصص من الآن فصاعدا دوريات أمنية تكون العين الساهرة على حماية شبابنا وطرقنا، ما بقى نحمل استهتار بأرواح الناس. كريم خان يفوز برئاسة نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. انتخب المحامي البريطاني كريم خان رئيسا لنقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك في الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت يوم الجمعة الماضي. وفي الانتخابات نفسها فاز أيضا المحامي اللبناني إميل عون عضوا في المجلس التنفيذي للنقابة، ليكون بذلك أول لبناني ينال هذا المنصب. كريم خان المحامي البريطاني الفائز بمنصب رئيس النقابة متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الذي كان المحامي الرئيس لقناة الجديد في إجراءات الدعوة التي عرفت بتحقير المحكمة الخاصة بلبنان، وهو أيضا وكيل سيف الإسلام القذافي الذي أفرجت عنه السلطات الليبية أخيرا. عدم وجود المتهم يعقد الأمور. أما إميل عون فهو أول محام لبناني يصبح عضوا في المجلس التنفيذي لنقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية. هو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الجنائي الدولي، وعين محاميا رئيسيا في فريق الدفاع عن مصالح سليم عياش أحد المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكيف كان بإمكانه التخطيط لعملية اغتيال وهو في المملكة العربية السعودية؟ المحامي إيميل عون كان قد فجر مفاجأة في أواخر عام 2016 حينما قدم أمام المحكمة الخاصة بلبنان مستندات تؤكد أن عياش كان يؤدي مناسك الحج في المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من 15 من كانون الثاني 2015 حتى 28 منه، على عكس رواية القرار الاتهامي الذي يزعم أن عياش شارك في مراقبة الحريري في تلك الأيام، وهي الفترة نفسها التي جرى فيها شراء سيارة الميتسوبيشي. تدشين معمل الجي الجديد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون.
بعد 20 عاما على افتتاح آخر معمل كهرباء في لبنان، ها هو معمل الجي يحظو أولى خطواته كنظيره في الذوق. في جولة رسمية شارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل ممثلا رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، كما وزير البيئة طارق الخطيب. افتتح المعمل رسميا علما أنه دخل حيز العمل منذ 4 أشهر. بيّن اليوم أنه هذا المعمل قدر أخذ وقت سريع بالنسبة للمشاريع يلي عم بتتم عبر الصناديق الدولية، وكلفة تمويله أقل لأنه في تمويل دولي لإله من مصارف خاصة بفوائد متدنية جدا وبنتائج فعالة، إن كان لناحية كلفة المعمل أو كلفة إنتاجه. الإساءة للناس يلي تعرضوا لناس كانوا عم بيشتغلوا، بيّنوا أنه اشتغلوا بكل ضمير وعملوا أحسن مشروع للدولة اللبنانية وبأرخص الأسعار وبيشوفوا حالهم فيه. مين بيحصل لهم حقهم وشرفهم وكرامتهم من بعد كل الإهانات والسوق يلي طالهم؟ بنصف 2018 خلينا نقول منكون زدنا قدرة انتاجية، قدرة تحويل وقدرة نقل على الشبكة بحوالي 1200 ميجاوات كهرباء. خطة قطاعية مهمة منها هي خطة منجزة، خطة موجودة وهي قيد التنفيذ، وما بقى يحمل مماطلة، ما بقى تحمل مماطلة تنفيذها بالسياسة، وما بقى تحمل تنربط بملفات أخرى مش أقل الانتخابات النيابية. معملا الذوق والجي يمدان اللبنانيين ب4 ساعات إضافية يوميا بقدرة إنتاجية تصل إلى 270 ميجاوات. الشيء المنيح بهاللي عم يصير اليوم بأنه في عندك 78 ميجاوات إضافية عم تنحط على الشبكة، إضافة لحوالي 160 أو 170 ميجاوات انحطت بالأسبوع الماضي. هو إنجاز لكل الناس اللي اشتغلت على هذا المشروع. رد بعتقد مش ما كتير عنا وقت نضيعه بالرد. هي حملات بالأساس كانت مغرضة بشكل وبالمضمون وبالطريقة اللي صارت فيها. لليوم بعدنا بنسمع نفس الحملات والمعامل شغالة من 4 أشهر ونص. يأتي هذا المعمل تطبيقا لخطة كهرباء الوزير باسيل منذ عام 2010، وأن تأخرت الخطة الإنقاذية المرتقبة لصيف عام 2017، فأتى الافتتاح لتخفيف وطأة التأخير ومد المواطن بساعات كهرباء إضافية إلى حين وصول الخطة الإنقاذية إلى خواتيمها السعيدة. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يطالب حكام الدول في الأسرتين العربية والدولية بالعمل الجاد لعودة جميع المهجرين والنازحين والمخطوفين إلى أوطانهم وممتلكاتهم ومساعدتهم في إعادة أعمارها. نطالب الحكام عندنا بإداء هذا الواجب الذي يكبر ويتشعب بتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية بسبب المليوني نازح ولاجئ المضافين إلى سكان لبنان 4 ملايين، وبسبب تعاظم الدين العام وعجز الخزينة وتبديد المال العام بالفساد والسرقات. حريق يلتهم مخيما للنازحين السوريين في قب الياس البقاعية. قضى طفل في 8 من عمره ونقلت شقيقته الرضيعة البالغة 7 أشهر إلى المستشفى في حال حرجة من جراء حروق في يديها ورجليها، كذلك أصيبت والدتها بحروق في ذراعها، وذلك في الحريق الذي اشتعل في مخيم الرائد للاجئين السوريين في سهل قب الياس قضاء زحلي. ونقلت إلى المستشفيات 5 حالات اختناق من سكان المخيم و6 حالات اختناق أخرى في صفوف عناصر الدفاع المدني. السبب خيمة الغشوشوب، ما بعرف حريق شو الحرارة وصلت شوادر وكل نايل وكل. إذا في 114 خيمة يعني قديش عائلات؟ في وفيات لأنه لحتى عالم يخبروا لا تفرزوا رأيه. المخيم احترق كله باللي فيه، ما حدا منهم معه ورقة إثبات لا تذكر ولا ورقة أمان، لا قسيمته لا إثباته، ما في شيء يثبت إنسان كالإنسان هو.
والتهمت النيران المخيم كله بخيامه البالغة 93، كما أتت على جزء من سهل قمح مجاور للمخيم. وزاد الأمور تعقيداً انفجار قوارير الغاز ليتشرد سكان المخيم، وعددهم 560، والذين لم يتمكنوا سوى من النجاة بأرواحهم وفقدوا القليل الذي يملكونه. إحياء الذكرى السنوية لتفجيرات القاع الإرهابية. في ذكرى مرور سنة على تفجيرات القاع الإرهابية، أقام أهالي الشهداء قداساً ترأسه راعي أبرشية محافظة بعلبك الهرم للروم الكاثوليك المطران الياس رحال، وحضور الوزير ميشيل فرعون ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، إضافة إلى حشد سياسي وعسكري واجتماعي. نحن هنا في هذه الأرض ثابتون، لن نترك هذه الأرض، إن كان أرض القاع أو أرض منطقة بعلبك الهرمل، رغم ما يهددنا في جروداتنا. لن نخاف، لن نتخاذل، ولن نهرب، ولن نترك هذه الأرض المباركة والمقدسة، لأننا نحن هنا، نحن سياج للوطن، تركوا لنا المحبة، لأننا في هذه المنطقة، منطقة بعلبك الهرمل، نعيش السلام والمحبة والتآخي، مسلمين ومسيحيين. سنة مرت وشهداء القاع بقيت ذكراهم خالدة في نفوس ذويهم الذين ينتظرون حتى الساعة صدور نتائج التحقيقات. ونسأل ونتساءل، كيف حصل ذلك؟ ولماذا؟ لماذا القاع هذه البلدة الفاتحة ذراعيها للقريب والبعيد؟ وما كانت غاية الإرهابيين المجرمين الذين خططوا ونفذوا؟ ولماذا وحتى الآن لم تصدر نتائج التحقيقات؟ فباسم أهل الشهداء الصابرين الصابرين، وبعد كل ما سمعناه ونسمعه عن التحقيقات، نطلب ونطالب من جديد بنتائج تحقيقات شافية لطمأنة النفوس المجروحة ومنعا لأي استغلال مصلحي أو سياسي. هذا وشكر أهالي شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية على إنجازاتهم في حماية الوطن من الإرهاب المتربص عند الحدود. نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي تزور بلدة القاع في البقاع. قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي بزيارة بلدة القاع في البقاع الشمالي، حيث كان في استقبالها المطارن الياس رحال وأدوار ظاهر وكاهن رعية القاع للروم الكاثوليك الأب إليان نصر الله والنائب أمير رحمي والمهندس وديع ظاهر ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات وأهالي المنطقة. المحطة الأولى كانت في قاعة كنيسة مار الياس، حيث قدمت واجب العزاء لأهالي شهداء البلدة بالذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم. الهرمل وين القاع؟ نحن عائلة وحدة، مثل ما قال سيدنا بالكنيسة نحن عايشين، ومثل ما قلت لأهل عرسال مرة، ما فيكم تربطوا عرسال وتاخدوه على محل تاني، نحن بدنا نتعايش كلنا سوا بهالجوار. اللي مرق على القاع ما بفتكر مرق على ضيعة تانية، وهيدي بدنا أرض بطولة. أنا جاي شجعكم على قدر الإمكان، ولازم تبقوا هون، الأرض ما بتنعطى بسهولة والوطن ما بيتخلى عنه بسهولة. أنا يمكن كتير منكم عم بيتساءلوا ليش ما جيت أيام الحادثة. إرادياً أنا ما جيت، قد ما شفت وسمعت بعض الأمور اللي زعجتني الحقيقة، اللي هي التجارة بدم الشهداء، هالصور اللي طلعت والعرضات العسكرية اللي صارت، استغلال السياسيين لهالحادثة، اللي هني أكيد ما طلعوا على القاع يمكن من زمان زمان، ولا بيعرفوا وين القاع يمكن، وإذا اكتشفوا أنه القاع موجودة. فمشان هيك يمكن أنا ما أزيت نفسي وقلت بدي إجي بشوف الأهالي وإجي شوف القاع، كأمرت ماجد حمادي من الهرمين بنت رياض الصلح أكيد، اللي كان لكل لبنان واللي ما عنده لا مسلم ولا مسيحي، كنائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية، رح تساعدكم أنه تبقوا هون. شفت اللي بيقولوا عليها المشاريع حيث في السوريين،
وقت صارت الحادثة وحكيت مع وزير الدفاع يومتها إنه ضروري تنحط نقطة دجاج هناك. هالتقصير ليش؟ قعدوا هالخيام لتحت يعني نوع من المبادرة. وأنتوا فعلا عايشين بظلم، يعني الأراضي مسلوبة من زمان وهلأ الأمن مسلوب. بعدها لبت الوزيرة الصلح دعوة المهندس وديع الظاهر وشقيقه رجل الأعمال ميشيل الظاهر إلى مأدبة غداء أقاماها على شرفها بحضور فعاليات سياسية وعسكرية ودينية واجتماعية وأقارب وأصدقاء صاحبي الدعوة، والتقطت الصور التذكارية. بعد الفاصل اعتقال كوادر من الشعبية. أهلا بكم من جديد. ثلاث تفجيرات انتحارية تهز دمشق وتخلف عددا من الضحايا. استفاقت مدينة دمشق على دوي انفجار ثلاث سيارات مفخخة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أن الجهات المختصة تمكنت من تفجير سيارتين عند مدخل دمشق في منطقة عقدة طريق المطار وطاردت الثالثة وحاصرتها، فقام الإرهابي الذي يقودها بتفجير نفسه في ساحة الغدير في منطقة باب تومة، ما تسبب بوقوع عدد من الضحايا بين المدنيين. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الحصيلة بلغت 18 قتيلا بينهم 7 من قوات النظام، والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة. اليوم قام النظام أيضا باستهداف بلدة عين ترمة بغاز الكلور. وإلى الغوطة الشرقية لدمشق التي تشهد معارك عنيفة، اتهم فصيل فيلق الرحمن المعارض قوات النظام باستخدام غاز الكلور ضد مقاتليه في زملكة وعين ترمة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا بحالات اختناق، إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة السورية نفت تلك المزاعم وقالت في بيان أن القوات المسلحة لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلا، مشيرة إلى أن المجموعات الإرهابية تفبرك مثل تلك الأكاذيب لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة التي تمنى بها كلما تقدم الجيش السوري في إحدى المناطق. العدو الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية تطال قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. بعد سنة من الحرية أعقبت 15 شهرا من الأسر، عادت سلطات العدو الإسرائيلي واعتقلت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد جرار بعد اقتحام منزلها في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. فقبل بزوغ شمس الأحد دهمت قوة من عناصر جيش العدو والقوات الخاصة إضافة إلى وحدة من المستعربين مناطق عدة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بحملة اعتقالات طالت قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فإلى جرار اعتقلت عناصر الاحتلال القيادي إيهاب مسعود بعد اقتحام منزله في حي الطيرة حيث اندلعت مواجهات في المكان لحظة اعتقاله، ومسعود أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما وأطلق سراحه قبل 5 أشهر. واستكمالا لحملة الاعتقالات دهم الاحتلال منزل رئيسة اتحاد عام لجان المرأة الفلسطينية والناشطة النسوية ختام السعافين في بلدة بيتونيا قرب رام الله، حيث حققت معها قبل أن تعتقلها وتنقلها إلى جهة مجهولة. وتعليقا على اعتقال قيادي الجبهة غرد ناطق باسم جيش العدو أفخاي أدرعي عبر تويتر زاعما أن جرار قد اعتقلت عقب تورطها بنشاطات إرهابية، وأضاف أنه في خلال ساعات الليل الماضية اعتقل الاحتلال 9 مطلوبين فلسطينيين من الضفة الغربية يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية على حد زعمه. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا.
جريمة جديدة ارتكبتها السوشيال ميديا لما سبب استعمالها بمقتل مراهقة ناشطة على انستغرام وصديقتها بروسيا ببث مباشر. هيدي مش أول مرة بينتشر حول العالم فيديو بيوثق لحظات طايشة قبل وفاة السائق. بهالفيديو بتظهر صوفيا عم بتسوق وتغني وترقص وتشرب الكحول هي وصديقتها عم بتصور لتعمل حادث سير ويموتوا اثنيناتهم. عدة مرات صرنا شايفين شركات مواقع التواصل حريصين وعم بيشتغلوا على تخفيف الكراهية على التطبيقات، وأجدد ميزة أطلقها إنستغرام لمنع نشر التعليقات السيئة والمهينة على الصور يلي بتنشر. مثل ما كلنا بنعرف أنه إنستغرام سبق وسمح للمستخدم أنه يختار الكلمات المهينة يلي ما بده أنه تبين على صفحته، ولكن هلأ ومن خلال الـ Artificial Intelligence صار الموقع بيقدر تلقائياً يحذف كل كلمة أو حتى جمل مضمونة مهين. تم الإعلان عن أكثر فيديو حاصل على مشاهدات بتاريخ فيسبوك. هالفيديو يلي بيعطي المشاهدين بعض النصايح المفيدة حصل من وقت نشره من تقريبا شهرين على 333 مليون مشاهدة. لهون نكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن ترجعوا تتابعوها على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة بأخبار جديدة. والأخبار الفنية في تقرير لدارين شاهين. مرحبا. مهرجانات الصيفية كتيرة بلبنان. كاميرا الجديد اغتنمت الفرصة وكانت هالمقابلة مع الفنان مروان خوري. اي مغني مفروض يكون منتظر اللحظه انه المسرح يكون معبى. هلا انا بعتبر هيدا شغله طبيعيه عند كل فنان، انا بستغرب انه يكون العكس، انه ما يكون في عالم ويجي الواحد يشارك. لا، الحمد لله بقولها من عندي، انا دائما بحفلاتي ما بكترها كثير، يمكن تضل في اشتياق انه دائما العالم بتكون متواجده بهالكثافه، وهيدي بتعطيني قوه ما في شك. يعني مجرد ما اعرف انه العالم بهالكثافة موجودين بطلع أنا بنفسية مختلفة، الفرقة بتكون مبسوطة، كلنا سوا بنكون غير شكل. شو في بين الفنان العالمي شارل أزنافور والفنان مروان خوري؟ ابتدى المشروع مع شارل أزنافور الحقيقة بكذا فكرة. وصلنا لمطرح اللي هو كان في طلب منه من إدارته تحديدا أنه يقدم شيء بالعربي من أغاني هو، لذلك كان مفروض يرجع ينعمل إذا بدك ترجمة للشعر. من محبته بقولها الشديدة للعمل كيف تقدم طريقة الترجمة، وهي أول ترجمة بالعربي. أغنية ساجونيس اللي اشتغلنا عليها حب أنه هو أرجع أنا أقدمها بصوتي، وأنه يكون في أكثر من عمل لألي أو لفنانين. بقى مشروع هلأ ببدايته، بس حبيته كتير لأنه مثل كأنه أمني على رصيده الفني أنه يتحول للعربي ويتحول للجيل الجديد اللي يتعرفوا على أزنافور مين هو بالضبط. شو جديد مروان خوري؟ في أغنية مرت سنة لو عدناهن فيها من زمان لمحمود عيد، حتتقدم يعني شي أسبوع إن شاء الله، وأكيد في تحضير أغاني لألي ولغيري. مثل عادي ما بذكر إلا ما يصيروا واقع نهائي. ما أقول كل الحق هوي محسسني فيه هوي بعني من حبك انت ولا حاسس احساسي ما بيكون بعرف انك حنون وقلبي دليل عمري. هيدا كان كل شيء بالنسبة لفن الخبر. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت ضغوط على الحكومة للتفاوض مع دمشق،
أيضا في النهار داعش المترنح عسكريا يضرب أمنيا، المهلة انتهت وقطر قد تواجه عقوبات جديدة. ننتقل إلى الأخبار. هل رفضت الإمارات اعتماد سفير شيعي للبنان؟ عين الحلوي يلفظ الإرهاب. قطر ترفض المطالب إلى الحرب المفتوحة. في الأنوار لهذا اليوم، التحقيق بأسباب حريق مخيم النازحين بالبقاع. أيضا في الأنوار، موجة الحرب مستمرة حتى الغد، تفجير 3 سيارات ملغومة وسط دمشق أوقع قتلى وجرحى. القاهرة تعلن اعتقال أفراد الخلية. ننتقل إلى الديار. الديار تنشر تفاصيل عمليات عين الحلوي من الاستدراج إلى تسليم. كيف وقع خالد السيد في المصيدة وما هي خطة تفجير المطار؟ هكذا استيقظ اللواء إبراهيم على رنين الهاتف، العصفور وقع. في عناوين المستقبل، العين من الوحدة إلى اليمن، عفوا، من الوحدة إلى الانقلاب، محاولة استدراك الموقف بعد فوات الأوان. أيضا في المستقبل، مزاعم وهواجس إسرائيلية، مصانع أسلحة إيرانية في لبنان، بعد عين ترمى الأسد يقصف الغوطة بالكلور. ننتقل إلى البناء. وزارة المخابرات الإسرائيلية تطلق النقاش حول حرب استباقية ضد حزب الله رغم مخاطر الفشل. مسؤول عسكري روسي: الحرب الفاصلة مع داعش ستكون في دير الزور ويخوضها الجيش السوري. لبنان يواجه مخاطر دعوة السعودية بنهاية مهلة قطر. الدول العربية للاختيار بين الرياض والدوحة. ننتقل إلى اللواء، وفيها ملف خلافي الأربعاء: هل تفاوض الحكومة دمشق لإعادة النازحين؟ أيضا في صحيفة اللواء: قضايا ساخنة كهربائية وجامعية أمام مجلس الوزراء، والخلافات حول السلسلة تهدد بتأخير الجلسة التشريعية. تموز أول ويك أند لمواجهة الحرارة الثلاثينية. في البلد، لبنان يلتهب حزب الله لعودة النازحين بالتنسيق مع سوريا. وأيضا في صحيفة البلد، تفجير انتحاري يهز ساحة التحرير في دمشق، وفد من حماس في القاهرة. ننتقل إلى الجمهورية. عجز سياسي في معالجة خطر النزوح، القاع تستذكر شهداءها. ننتقل إلى الحياة، وفيها السعودية: قطر الملاذ الآمن للإرهاب وتسعى إلى زعزعة أمن المنطقة بشراكتها مع إيران. بورصة الدوحة تتهاوى وأنباء عن سحب الاستثمارات الخليجية. ونختم مع الشرق الأوسط الشرق الأوسط، وفيها اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربعة لبحث الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة. بوادر موجة ثانية من الإجراءات ضد قطر. الجربة للشرق الأوسط: داعش ابن شرعي لمشروع إيران. تذكير بعناوين النشرة: عباس إبراهيم للجديد. أول عملية بيظهر فيها حزام ناسف من مخيم عين الحلو. كيف تم تسليم خالد السيد؟ عصبة الأنصار أعطت تطمينات لخالد السيد وشباب المسلم بأنه رح يستمع لإله على خلفية اتهامات موجهة لإله بأنه مخبر لأحد الأجهزة الأمنية. زلم الزعيم اعتدوا على المستشفى. وهاب يحمل الساسة مسؤولية الوضع الأمني. تتحملون مسؤولية أي حادث إرهابي. باسيل من جبل الريحان: الإرهاب يتغطى بالنزوح. عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بسوريا ممكن أن تتم وتبلش قبل الحل السياسي، عودة ممكنة الآن. زهرة نفذت الوصية وتفوقت في شهادة البروفي مع شهادة والدها. المقاومة بالسلاح هي ميدان، والمقاومة بالعلم ميدان تاني. ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء عند 10:30.